تردي الظروف المعيشية للمواطن السوري جراء الأزمة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الأزمة في ظل تقصير رقابي واضح من الحكومة، دفع بحزب سوريا الوطن إلى تنفيذ اعتصام أمام وزارة الاقتصاد بدمشق. نحن مع التصميم هون بحزب سوريا الوطن مشان غلاء الأسعار وغياب اللجان التموينية واحتكار بعض التجار وجشعهم. المواطن كفر بالغلاء، وللأسف في غياب كامل للجان التموينية وللرقابة التموينية. السلطات السورية كانت رخصت لحزب سوريا الوطن بالنشاط الشهر الماضي في إطار الإصلاحات السياسية التي دعا إليها الرئيس السوري بشار الأسد بعد اندلاع الاحتجاجات.